باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى أبد الآبدين أمين. المزمور السادس من مزامير داود النبي، بركاته على جميعنا أمين. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، وأنت يا رب فإلى متى؟ عد ونجي نفسي واحيني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعلي الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. هللويا. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين أمين. كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي بصوم العذراء المبارك والأيام الحلوة المباركة اللي الكنيسة بتعيشها. مجرد بس ما الإنسان يذكر اسم السيدة العذراء وتلاقي القلب بتاعه اتقدس واللسان بتاعه اتبارك وقلبه ابتدى يغمره غمرة من الفرح. بنعمة ربنا النهاردة أحبائي هنتأمل في المزمور السادس من مزامير صلاة باكر، اللي هو عنوانه يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. المزمور السادس يا أحبائي مزمور التوبة، من ضمن مزامير التوبة لداود النبي. قال داود النبي نتيجة إن هو عمل خطية وابتدى يتعب جدا، لأن حس إن ممكن ربنا يغضب عليه. علشان كده هو يقول لنا الكتاب من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن لا يقر بها ويتركها يرحم. داود النبي في هذا المزمور ينسكب انسكابا امام الله، يقول له يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. المشكلة أحبائي إن في ناس كتيرة يقعوا في خطايا وهم مش دريانين إن هم وقعوا، أو إنسان يعمل خطايا كتير ويبقى مش حاسس إن هو عمل الخطية. عشان كده هو الكتاب يقول إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. ساعات الواحد مننا يعمل خطايا كتير ويبقى حاسس إن هو ما عملش حاجة، وساعات تسأله تقول له ليه عملت كده يقول لك ما هي كل الناس بتعمل كده.
عشان كده هو واحد زي القديس أغسطينوس كان كل يوم يحط قصاده المزامير بتاعت التوبة وكل يوم يصليها علشان ما ينساش ان كل يوم لازم يقدم توبة. والقديسين علمونا ان المفروض ان التوبة يبقى منهج حياة الانسان، كل يوم لازم يقدم حساب عن اليوم بتاعه. التوبة هي توبة يومية، ما ينفعش ان انا اعيش لتاني يوم من غير ما اقدم التوبة بتاعتي. التوبة ده هي تنفع الانسان الخاطي الساقط، وتنفع الانسان اللي بيجاهد، وتنفع الانسان القديس اللي عايش في الفضيلة. كل واحد بيتوب على المستوى اللي هو عايشه. علشان كده هو احنا محتاجين ان احنا كل يوم ان احنا نقدم توبة. يمكن في ناس بيبقى نفسها ان هي ما تعملش خطية ابدا، لكن ممكن تقع في الخطية بسبب الظروف المحيطة بيها. يمكن هو طبيعته ما يحبش الغلط، لكن غصب عنه تلاقيه يقع في الغلط. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نتوب. وفي ناس بيقعوا في الخطية عشان عندهم نقطة ضعف في حياتهم، في خطية معينة مش قادرين ان هم يتخلصوا منها. عشان كده احنا محتاجين التوبة دهية. بصراحة احبائي، القلب كل يوم محتاج ان هو يتغسل. كل يوم المفروض ان الانسان المسيحي يغسل القلب بتاعه. واحنا بنقدم التوبة بتاعتنا احنا واثقين ان ربنا هيستجيب لينا ويغفر لنا خطايانا. بس دوت عزيزي ما يمنعش ان ساعات لما الانسان يتمادى في الخطية بتاعته الله يسمح له بالعقاب علشان الانسان يصحى لحياته الروحية. ساعات الله يسمح ان الانسان يتأدب علشان خيره، علشان خيره، عشان الانسان يفوق. علشان كده هو يقف داود النبي ويعترف بالخطية ويعلن انه مستحق التأديب. يقول له يا رب بصراحة انا استحق ان انا اتأدب، انا عملت الخطية والخطية هي تعدي على الله، تعدي على حقوق الله، وانا ادام عملت الخطية ده هي استحق ان انت تأدبني. لكن يا رب لو سمحت لما تيجي تأدبني لا تؤدبني بغضبك، ما تحاولش يا رب تستحمل معايا الاسلوب القوي اللي هو ممكن ان انا اتعب منه. داود النبي لا يتذمر من التأديب، لكن يقول لربنا لما تيجي يا رب تأدبني لو سمحت لا تسحقني، ما تدمرنيش، أدبني يا رب بطريقة أستحمل فيها التأديب، وأدبني يا رب بطريقة ممكن إن أنا من خلالها أتعالج، وأدبني يا رب بطريقة ممكن إن أنا أحبك فيها أكتر وأكتر. لكن يا رب لا تبكتني بغضبك. أنت عارف يا رب إن أنا إنسان خاطي، وإن أنا إنسان ضعيف، وإن أنا ما استحملش. علشان كده هو يا رب أنا بطلب منك إن أنت لا تبكتني بغضبك، لا تبكتني بغضبك. ساعات أحبائي الله يسمح بالعقوبة بتاعة الخطية
لان في ناس ما بيجوش غير بالعقاب، في ناس ما بيجوش غير بالعقاب، لان زي ما الله رحوم هو عادل، وزي ما الله يغفر الخطية ويشفق على الانسان هو قدوس بيكره الخطية، وزي ما في ناس بتستغل الحب بتاع الله ورحمة ربنا ويقولوا ده ربنا دوت حنين وربنا دوت طيب، وزي ما سامح اللص اليمين هيسامحني، وزي ما سامح الانسان الخاطئ هيسامحني، وزي ما سامح زكا هيسامحني. الناس دول بينسوا ان الناس دول لما جم يتوبوا قدموا توبة قوية. يعني مثلا المرأة الخاطئة لما ربنا سامحها دي بطلت خطية، يوم لما زكى ده قال نص اموالي للفقراء، واذا كنت وشيت بواحد هديله اربعة اضعاف. يعني الناس ده هي تقدمت ثمرة حلوة نتيجة التوبة. علشان كده هو في آية جميلة جدا معلمنا بولس الرسول بيقولها، يقول هوذا لطف الله وصرامته. ربنا ده عنده حاجتين، لطيف وصارم. اما الصرامة اللي هي العنف او قوة فعلى الذين سقطوا، الناس اللي قاعدة في الخطية ومش عايزين يقوموا. اما الصرامة فعلى الذين سقطوا، واما اللطف فلك ان ثبت في اللطف، والا وانت ايضا ستقطع. يعني لو الانسان مننا حب الخطية ودنه عايش في الخطية واقع في الخطية مش عايز يقوم، ربنا يقول انا هستعمل معاه الصرامة، هستعمل معاه الصرامة، لان الانسان دوت مش عايز يجي بالساهل. لكن لو الانسان كان بقى لطيف كده هوت، مجرد ما يقع في الخطية يجري يعترف بيها ويتناول، ربنا يقول انا هدني مع الانسان دوت وطول بالي عليه شوية. في امثلة كتير ربنا عمل عقوبة عليهم مجرد ما هم غلطوا، علشان يفوقهم وعشان يبقى درس لينا. يعني مثلا واحد زي جحزي تلميذ إليشع النبي، لما كذب على إليشع النبي الله امر واداله البرص. ولما اخت موسى قعدت تتكلم على موسى كتير ربنا عاقبها بالبرص. ولما داود غلط واخطأ ربنا عاقبه. ولما حنانيا وسفيرة غلطوا ربنا موتهم. فالمفروض يا احباء ان الانسان يبقى عارف ان هو لو مجاش بالهدوء ومجاش لوحده في التوبة، ربنا هيبتدي يستعمل معاه اسلوب صارم. تخيلوا داود النبي اللي هو كان باستمرار يقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي، وعمال يحب في ربنا طول النهار، ربنا يعاقبه. هو ربنا ممكن يغفر له الخطية بتاعته ويدخله السماء، لكن يجي عند الخطية وربنا يقول ايه، لازم ان انا اعاقبه. داود النبي غلط، وقع في خطية الزنا، وقع في خطية القتل، وربنا بعت له نسان النبي وقال له اخطأت الى الرب، ويرد عليه نسان كدوت ويقول له والرب قد نقل عنك خطيتك لا تموت، خلاص انا مسامحك، بس في عقوبة يا داود لازم تاخدها. يا رب انت مش سامحتني؟ يقول له انا سامحتك لما تخش فوق السماء انا هدخلك، لكن في عقوبة هنا هوت على الارض لازم تاخدها.
يا رب انت ناوي تعمل معايا ايه؟ يقول له كده هو: والان لا يفارق السيف بيتك الى الابد. يا ساتر، نتيجة ان هو وقع في الخطية، مع ان داود النبي بكى على الخطية كتير وقال: اعوم كل ليلة سريري بدموعي. لكن مع ذلك الله وقف قصاده وقال له: انا لازم اعاقبك على الارض. يقول له: لانك احتقرتني واخذت امرأة اوريا الحسي لتكون لك امرأة، هكذا قال الرب: ها انا ذا اقيم عليك الشر من بيتك. ده انا هيبقى في شر في بيتك، واخذ نساءك امام عينيك واعطهن لقريبك فيتقي مع نسائك في عين هذه الشمس. خلي بالكو، داود النبي تاب وقعد يبكي وربنا غفر له وقال له في عقوبة انت هتاخدها هنا على الارض. ايه هي يا رب؟ قال له: السيف مش هيسيب بيتك. وفعلا لقينا ان مجرد ما ابنه امنون وقع في الخطية مع اخته ابشالوم، قام على امنون وموته. وبعد كده هو ابشالوم قام على ابوه لغاية لما ابشالوم مات، وابتدى البيت بتاع داود يتحول الى سفك دماء. ايه اللي بيحصل؟ ما هي دي عقوبة الخطية، هي دي عقوب الخطية. فمرة من المرات داود النبي وقع في خطية ان هو عد الشعب من غير ما يستأذن ربنا. جه ربنا قال له: صادق ثلاث عقوبات، يا اما تموتوا بالجوع، يا اما بالوباء، يا اما بسيف الاعداء. داود النبي يقف قصاد ربنا يقول له: ضاق الامر بي جدا، انا يا رب مش قادر افكر ازاي انت تعمل كده. على العموم اقع في يدي الله خير من اقع في يدي الناس. اذا كنت عملت خطيه في حياتك عزيزي، فمن حب الله ليك ان هو بيعاقبك عليها وتخلص الحساب بتاعها على الارض. في نقطه مهمه جدا كمسيحيين مؤمنين لازم نبقى عارفينها، ان من ساعة لما المسيح مات على عود الصليب واتصلب غفر لنا خطايانا. يقول الكتاب المقدس: ولكن الله بين لنا محبته، لانه ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. من ساعة لما الصلب على عود الصليب ايه؟ اتغفرت الخطية بتاعتنا. يوحنا المعمدان اول ما شاف المسيح قال: هوذا حمل الله الذي يحمل خطيه العالم. الخطيه بتاعتك تتغفر بالدم. الحاجه الوحيده اللي بتغفر الخطيه هي الدم. ايماننا الارثوذكسي ان احنا نؤمن في هذا الدم، ونتيجه لكده بنتعمد وبنتناول وبنعيش حياة التوبة، بتتغفر الخطية بتاعتنا، تتغفر الخطية بتاعتنا. أمال ليه ساعات ربنا يسمح بالعقاب؟ أنا عايز أقول لك عزيزي إن المفروض كل خطية هي إيه؟ أجرتها موت. بس ساعات ربنا يقعد يسيب لنا وبعدين يجي عند خطية معينة ويروح واقف. تعمل ايه يا رب؟ قال لك بقى: ما انت لازم تفوق. مش معقول ان انا هسيب لك طول عمرك ان انت تغلط. لان الانسان مننا بيعمل طول النهار خطايا كتيرة. يعني الانجيل يقول ايه؟ وفي اشياء كثيرة نعصر جميعنا. الانسان طول النهار عمال يعمل خطايا. هل ربنا بيعاقبني على كل خطايا؟ ده انا بتهيالي لو ربنا بيعاقبني على كل خطايا كان ايه اللي حصل لي؟
كان زماني مت من زمان، لكن ربنا علشان خاطر الدم بتاعه وعشان خاطر العهد الجديد اللي احنا عايشين فيه يقعد يسامح 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 يسامح، ويجي في وقت من الاوقات يقول لا انا همسكه بقى شوية. ليه يا رب؟ يقول علشان الانسان دوت لألا يستهتر في حياته ويعيش في اللامبالاة، لازم أدبه، لازم أدبه واديله عقاب على الأرض. وأنا بعاقبه هنا وط على الأرض أنا مش عايز أضايقه، أنا عايز أصحيه. وأنا بعاقبه هنا وط على الأرض عايزه يعيش حياة اليقظة. وأنا بعاقبه هنا وط على الأرض أنا بحميه من العقاب أو العذاب الأبدي. علشان كده هو أحبائي المفروض علينا كأولاد لله مؤمنين إن إحنا نقبل تأديب الله بكل حب بكل حب. علشان كده هو داود النبي يقول له يا رب فعلا أنا استاهل التأديب، أنا عملت خطايا كتير يا رب واستحق فعلا إن أنت تأدبني. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بإيه؟ بسخطك. ويبتدي يجي بقى داود النبي يستغيث بالله. في هذا المزمور استغاث بربنا في خمس نقط، في كم نقطة؟ خمس نقط. قال له يا رب هو انت فكرك انا لما عملت الخطية دي انا كنت انسان قوي؟ قال له امال انت كنت ايه يا داود؟ قال له ده انا كنت ضعيف، ده انا كنت ضعيف جدا. عشان كده يقول له ايه؟ ارحمني يا رب فاني ضعيف، ارحمني يا رب فاني ضعيف. ده انت كنت زمان يا داود فاكر نفسك انسان قوي. اذا كان الله ساعات احبائي يسمح ان احنا نقع في خطايا، فعشان الانسان يشعر تملي بايه؟ بضعفه، لألا الانسان يدنه طول عمره فاكر ان القوة اللي فيه هي بسبب قوته هو الشخصية. فربنا يعمل عملية اخلاء للنعمة بتاعته، يبص يلاقي الانسان وقع، يلاقي الانسان وقع. لكن طول ما النعمة عمالت أزرني أنا حاسس إن أنا إنسان إيه؟ قوي، إنسان قوي. جميل جدا إن داود في هذا المزمور يقول له يا رب ارحمني فإني ضعيف. أنا بصراحة يا رب بعد ما وقعت في الخطية دهية أنا شعرت إن أنا إنسان ضعيف قوي قوي. وجميل إن أنت في حياتك الروحية كل شوية تقول له يا رب الضعف ده طبيعتي، لكن القوة هي طبيعتك انت. الانتصار يا رب ده طبيعتك، لكن انا طبيعتي ان انا تملي بتهزم. يبقى اول حاجة ابتدى يشعر بيها داود النبي في هذا المزمور هي الضعف. تاني حاجة ابتدى يشعر بيها يقول له اشفيني يا رب فان عظامي قد اتضربت ونفسي قد انزعجت جدا، وانت يا رب فالى متى؟ انا حاسس يا رب ان الخوف ابتدى يملى حياتي، ودي عزيزي نتيجة طبيعية جدا لاي حد فينا يغلط، تلاقي الخوف ابتدى يمسك في قلبه. طول ما الانسان ما بيغلطش تلاقي قلبه ده عامل زي الاسد، خافش من حاجة ابدا. اول ما يعمل حاجة غلط تبص تلاقيه ابتدى يخاف. رقر المثل يقول لك الحرامي كده وهو ماشي في السكة عمال يتلفت حوالين نفسه حاسس ان كل الناس ايه؟ بتبص عليه. الانسان عزيزي مجرد ان هو يقع في الخطية تلاقي الخوف بقى جنبه، لدرجة ان ابونا ادم زمان في الفردوس يقول له سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. ولما قايين يقف على اخوه هابيل ويقتله يقول له يا رب حط لي علامة
علشان ما فيش حد انسان يقابلني ويقتلني. مالك قايين؟ قال انا خايف يا رب، انا خايف. داود نوت يقول له فان عظامي قد اضطربت، يعني انا حاسس ان العظم بتاعي دوت بيعمل ايه؟ يترعش. عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، انا مش قاعد هادي. ودوت يوريك ان الخطية ليها اثر صعب جدا في الحياة. ليه احنا بنكره الخطية؟ اصل بصراحة الخطية بتعيشنا في القلق وفي الخوف وفي الرعب. يبقى الانسان مرعوب وخايف من خياله. خياله كده لو مش جنبه يبص تلاقيه يترعش. لكن الانسان اللي ماسك في ربنا باستمرار تلاقي قلبه ده قوي جدا. يقول كده هوت ان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي. ده ايام ما كان ايه؟ ماشي مع ربنا. لكن اول ما يقع في الخطية يقول له فان عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. وانت يا رب فالى متى؟ انت يا رب لغاية انت هتخليني بالمنظر دوت؟ انا يا رب لقيت ان انت سمحت بالتجربة لايوب 7 سنين، انت هتخليني برضو 7 سنين؟ ده تبقى عملية صعبة خالص يا رب. ده بني اسرائيل قعدوا في العبودية وفي الذل 400 سنة، انت تخليني 400 سنة في الحالة دي؟ ده تبقى حاجة صعبة جدا يا رب. ده يوسف الصديق يا رب انت سمحت له ان هو يقعد 12-13 سنة في السجن. معقولة انت هتسيبني في الحالة دي 12-13 سنة؟ دي عملية صعبة جدا يا رب. عشان كده هو داود في المزمور ويقول له وانت يا رب فالى متى؟ وانت يا رب فالى متى؟ لو سمحت يا رب، لو انت جيت علشان تعاقبني على الخطية بتاعتي خليها فترة قليلة، لان في الفترة اللي انا فيها خايف انا يا رب بلاقي نفسي بترعش، مش عارف امسك اعصابي خالص. يبقى اول حاجة داود بيعترف بضعفه، تاني حاجة بيعترف بايه؟ بخوفه. تالت حاجة بيقول ان الخطية فصلتني عن ربنا. بيقول ايه داود النبي؟ عد ونجي نفسي واحييني من اجل رحمتك. عد ونجي نفسي واحييني من اجل رحمتك. انا يا رب حسيت من ساعة ما عملت الخطية ان انا موت. اصل الخطية هي ايه؟ موت. واجرة الخطية ايه؟ موت. عشان كده هو تقول له احييني من اجل رحمتك. انا يا رب شعرت ان انا ملياش وجود في الكون، انا حسيت ان انا ميت. ما اصل الانسان اللي بيعمل الخطية هو بالحق هو عبد للخطية، ده انسان ميت. هو انتوا بتفتكروا يا احبائي الناس اللي احنا بنصلي عليهم في الكنيسة وندفنهم هم دول الميتين؟ لا. ده يقول له لك اسم انك حي وانت ميت. لك اسم انك حي وانت ميت. ده الموت مش اللي بيصلوا عليه، الموت هو ان انت تسيب ربنا وتروح للخطية، هو دوت الموت. عشان كده هو داود تالت حاجة بيعترف بيها نتيجة الخطية بتاعته يقول له عد ونجي نفسي احييني من اجل رحمتك. يا رب انا عايزك تديني حياة جديدة. اصل الرحمة ده هي يا رب، كلمة الرحمة جاية من كلمة الرحم، جاية من كلمة ايه؟ الرحم. طب وهو الرحم دوت شغلته يعمل ايه؟ بيولد، يولد حاجة جديدة. لما يقول له احييني من اجل رحمتك
يعني عايز يقول له اديني حياة جديدة من عندك من الرحم الالهي بتاعك. لما يقول له احييني من اجل رحمتك، يعني الرحم بتاعك يا رب خليه يديني منظر جديد. علشان كده هو احبائي يقول معلمنا بولس الرسول: لانه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس منتظرين مخلصنا يسوع المسيح الذي بدل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم. الوحيد اللي هيديك الفداء واللي هيديك الحياة الجديدة هو المسيح. يقول في حتة تانية: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. رابع نقطة، يبقى أول نقطة اتفقنا عليها إيه؟ نتيجة الخطية. حد حفظ معايا؟ ها؟ أول حاجة إيه؟ الضعف. تاني حاجة الخوف. تالت حاجة الموت. يبقى أول حاجة الإيه؟ الضعف، الخوف، الموت. هي دي نتائج الخطية اللي داود النبي بيعترف بيها امام ربنا دلوقتي. رابع حاجة يقول له كده هوت: لانه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. يقول له: يا رب انا يوم لما عملت الخطية انا مت، بس اللي اصعب من الموت يا رب ان انا ما عدتش هرتلك ولا اقول لك اي تسبيحة ولا اي لحن. انا مش متخيل نفسي يا رب اعيش من غير ما اقعد اسبحك. ده انت يا رب اسمك دوت هو كان اغلى حاجة عندي، لكن انا يوم لما وقعت في الخطية انا مت ومش قادر ان انا اتكلم معاك زي الاول. طب ده انا الحاجة الوحيدة يا رب اللي كانت بتنعشني ان انا اقف اصلي قصاده. طب يا رب انا لما اموت دلوقتي، لانه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. انت فكرك يا رب لما انا هموت دلوقتي انا هعرف ان انا اسبح لك؟ انا هعرف ان انا ارتل ليك؟ القلوب المؤمنة احبائي اصعب عقاب ليها ان انت تقول له ما ترتلش، اللي انت تقول له ما تصليش. القلوب اللي بتحب الله اتعودت ان هي تصلي باستمرار، تقول له ما تصليش دي كارثة. عشان كده هو داود النبي مش متخيل ان نفسه هيجي يوم يمر عليه وهو ما بيرتلش. ده انا واثق ان من ساعة ما داود كان عايش معانا هنا على الارض لغاية لما طلع فوق للسماء في الفردوس، لغاية اللحظة دي وهو عمال يرتل، هو عمال يرتل. اصل التسبحة والترتيل والتمجيد بتاع الله، خلي بالكو احنا مخلوقين مخصوص عشانه، دي حاجة في الغريزة بتاعتنا. يعني الانسان خلق لكي يمجد الله. انت اتولدت علشان تمجد ربنا وترتله. على فكرة من الحاجات الحلوة الجميلة جدا لما نشوف كده في سي تي في التسبيحة بتاعت يوم الخميس او 7:15 ونلاقي الناس واقفين، معقول الناس بتسبح كده بالحب ده، بالحلاوة دي، بالجمال ده؟ ايه الجمال الحلو ده؟ العمل الوحيد للانسان هو التسبيح. يقول عليها معلمنا بولس الرسول: لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب. يعني احنا مخلوقين قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة لمدح مجد نعمته. يعني ايه كلمة مدح مجد نعمته؟ كلمة مدح هو دوت العمل بتاعنا،
التسبيح والترتيل الدائم. الإنسان المسيحي خلق عشان يسبح. عشان كده داود مش متخيل مش قادر يستوعب، انا يا رب لما انفصلت بالخطية، انا لما هموت يا رب انا هسبحك ازاي؟ ده انا حاسس ان انا لو في يوم بطلت صلاة هو دوت الموت بالنسبة لي، في يوم بطلت تسبيح هو دوت الموت بعينيه. يعني ايه ان الانسان ما يعملش اتصال بينه وبين الله يومي؟ هو ده الموت، هو دوت الموت. عشان كده هو احبائي اولاد الله، لما تيجي تقرا في الكتاب المقدس تحس ان رجال الله هم كلهم رجال صلاة، هم ما بقوش رجالة ربنا بالعضلات بتاعتهم او بالذكاء بتاعهم، هم بقوا رجال الله لان ليهم صلة مع الله، ونتيجة لكده هو اصبحوا بيسبحوا الله واصبحوا يطلق عليهم ان هم رجال الله. هل انت عزيزي متخيل ان انت ممكن يمر عليك يوم من الايام ما ترتلش فيها امام الله؟ داود النبي مش قادر يصدق كده، يقول له لانه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. يبقى من نتائج الخطية ان هي بتكسر الصلاة جوانا، بتقطع العلاقة اللي بيني وبين الله. الخطية بتعمل فاصل بيني وبين ربنا، لكن الانسان اللي هو مفيش خطية عايز يقعد يسبح طول الليل. تقول له يا عم انت ما تعبتش؟ يقول لك صدقني يا ابونا احنا قضينا النهاردة في التسبيح طول الليل، ما حسينا غير الشمس طلع علينا الصبح. ليه؟ اصل هو عشرة ربنا كده، هي دي حياة السمائيين. داود النبي يقول له لانه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. خامس نقطة، يبقى اول حاجة ايه فاكرينها؟ ها؟ ولا سمع حاجة انا؟ ها؟ مش سامع انا. الضعف تاني حاجة، الخوف تالت حاجة، الايه؟ الموت رابع حاجة. رابع حاجة الانسان بيتحرم من حياة ايه؟ الصلاة والتسبيح. خامس نقطة يقول له تعبت في تنهدي اعوم كل ليلة سريري وبدموعي ابل فراشي، تعكرت من الغضب عيناي شاخت من سائر اعدائي. تعكرت من الغضب عيناي شاخت من سائر اعدائي. هو يستغيث ان الخطية بصراحة كده هو قعدت تمزق فيه وفي كل حتة فيه، لدرجة ان عينيه خلاص ما عادش شايف بينها، عينيه بقى عليها غضب، وحياته كلها بقت مرارة، واللي كل يوم لازم يقعد يعوم كل يوم السرير بتاعه بالدموع. حياة شكلها ايه دي؟ ده انا بتهيالي لو انت شفت واحد كل شوية بيعيط تقول له يا اخي بلاش نكد، انت هتدنك نكدي كده. داود النبي صاحب القلب اللي هو قلبه زي قلب المسيح، يوم لما عمل خطية ما قدرش يسامح نفسه، ويقول له كل شوية تعبت في تنهدي. يعني ايه كلمة تعبت في تنهدي؟ يعني كل شوية يقعد يتنهد لغاية لما قلبه يوجعه واعصابه توجعه وجسمه كله يوجعه. انت ليه يا داود بتعبان كده؟ يقول اصل ربنا ده كان حلو قوي، ما كانش صح ان انا اعمل فيه كده ابدا، ما كانش صح مني ان انا اعمل الخطية دي،
ده ربنا كل يوم معايا بيعمل احسانات لحصر ليها. دي لدرجة ان انا قعدت اقول له بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. ده ربنا دوت عمل معايا كتير. يقوم انا اعمل كده في ربنا؟ انا مش قادر. نتيجة هذا القلب الحساس ونتيجة هذه المشاعر الرقيقة يقول له تعبت في تنهدي اعوم كل ليلة سريري. حد يقدر يفصل لي الكلمة دي؟ يعني ايه كل يوم السرير بيعوم؟ يعني ايه؟ حد يعرف يشرحها؟ يعني المرتبة يلاقيها عملت ايه يعني؟ يعني ايه اعوم كل ليلة سريري؟ وبعدين خلي بالكوا كلمة اعوم دي يعني ايه؟ يعني بيعوم في مية؟ ها؟ وبعدين يقول لك كل يوم. انت انا ما اعرفش كان بيجيب الدموع دي منين. ولكن يا عزيزي هذه هي دموع الروح القدس. اصل الروح القدس لما يجي بكة الانسان تبص تلاقي الدموع عمالة تنزل وتنساب. ودوت بيفكرنا بالمرأة الخطية لما دخلت عند بيت سمعان الفريسي يقول عليها الكتاب المقدس قعدت تقبل قدميه وتمسحهما بايه؟ بدموعها. انا مش متخيل واحدة ست فتحت الحنفية بتاعت عينيها على رجلين المسيح. في حنفية هنا اهو. فتحت الحنفية ورجلين المسيح اتغرقت. يقول غسلت رجلي. وهنا داود النبي يقول ده السرير بتاعي عام. هو انت عزيزي لما بتيجي تبكي امام الله بتبكي قصاده قد ايه؟ انت ممكن تبكي على حاجة ضاعت منك، ممكن تبكي على اخ يروح منك او صديق يروح منك، ممكن تبكي على مجد او مركز في العالم اتاخد منك، ممكن تبكي على فلوس العالم لما تروح منك. لكن فكرت في يوم تبكي امام الله؟ عروس النشيد لما جه يتعامل معاها المسيح يقول لها حولي عنك عيناي. اصل العروسة كانت في حالة من الكسل، كسل الخطية، سابت ربنا وبقت كسلانة. فالمسيح يقول لها حولي عنك عيناي لانهما قد غلبتاني. اصل قعدت تقول له انا متأسفة انا متأسفة انا متأسفة. فربنا قال لها خلاص 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 حولي عنك عيناي. يعني انا مش قادر اشوف دموعك. امتى احبائي الله يدينا الدموع؟ في الصلاة. وامتى الله يدينا الدموع؟ في التوبة. وامتى ان الانسان يبقى صاحب قلب مشاعر رقيقة جدا مجرد ما يغلط يقول لربنا انا متأسف يا رب. يمكن لما يبقى عندك ولد صغير يكسر كوباية تلاقي الولد عيط لوحده. ليه؟ خايف من باباه، خايف من مامته، خايف من اي حد، من غير ما حد يجي يمته. اقول له امتى يا رب تديني هذا القلب ان انا يوم لما اعمل حاجة غلط الاقي نفسي بكيت. ساعات احباء الانسان بكتر ما هو عمل خطية مرة واثنين وثلاثة وعشرة المشاعر بتاعته تبلدت، ما عادش فيه دموع. فين الدموع بتاعتي؟ ده في مرة من المرات حسقية النبي وهو حسقية الملك وهو على فراش الموت جاله النبي يقول له خلاص ودع بيتك عشان انت هتموت. قال له انا هموت خلاص؟ قال له اه. يقول فجعل رأسه تجاه الحائط وهو نايم على السرير، فجعل رأسه
تجاه الحائط وبكى امام الله. ربنا قال للنبي ارجع قول لحسقية ان انت هتعيش 15 سنة كمان. اصل الدموع ده هي احبها لها عمل قوي، لها عمل قوي، تقدر ان هي تغير القرار الالهي وتقدر ان هي تديك معونة. يقول له كده هوت اعوم كل ليلة سريري بدموعي قبل فراشي، تعقرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر اعدائي. مين هم اعدائك يا داود؟ يقول مش هم دول ولادي ولا الناس اللي بيحاربوني، امال مين هم اعدائك؟ يقول الشياطين اللي حواليا اللي وقعوني في الخطيه هم دول اعدائي. شاخت من سائر اعدائي، لان العدو بصراحه يعني اصل الشيطان وقف قصاد داود وكسره كسره، زله وقع في خطيه الزنا وبعديها الاكل، لما لقى نفسه بقى مش قادر يتنفس قال له ده خلاص انا عجزت قصاد الاعداء بتاعوتي. انا كنت زمان اشعر ان انا شاب قصادهم، لكن من ساعة ما وقعت في الخطية وانا حسيت ان انا بقيت راجل عجوز قصاد الشياطين، مش قادر اعمل اي حاجة. دوت احبائي مش بيفكرني بالمرأة الخاطية وبس. فاكرين لما معلمنا بطرس انكر المسيح عمل ايه؟ طلع بره وعمل ايه؟ يقول بكى بكاء مرا. اصل الخطية على القلوب اللي بتحب الله تبقى صعبة جدا جدا. داود النبي احبائي مع كل هذا الاعتراف في هذا المزمور اللي هو بيطلب من ربنا ان هو يخفف له التأديب، وبيطلب من ربنا ويقول له يا رب شايف الخطية عملت فيا كذا وكذا وكذا، لكن عنده امل ان ربنا هيستجيب. واحنا احبائي لينا امل قوي جدا جدا، مش في نفسنا، امال فين؟ الامل بتاعنا موجود في الدم بتاع المسيح، ان الدم بتاعنا بيشفع اكثر من دم قايين. ايه حكاية دم قايين دي؟ بسيطة خالص. لما قايين، قصدي دم هابيل، لما قايين قتل هابيل قال له خلي بالك يا قايين، ده ربنا بيكلم قايين، قال له دم هابيل يصرخ ليا. سؤال، لما دم هابيل بيصرخ لربنا بيقول له ايه؟ ها؟ سؤال، لما دم هابيل المظلوم بيصرخ لربنا بيقول له ايه؟ يقول له يا رب انا عايز حقي من قايين. في العهد الجديد الدم بتاع المسيح بيصرخ لله الآب بيقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ يقول له يا رب سامحهم لان انا دفعت الديون اللي عليهم كلهم، يا رب لا تحسب لهم هذه الخطية لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. دم المسيح يا احبائي عاد بيشفع فينا، بس هو يشفع فينا وانا معيش التوبة بتاعتي، وانا ما انبش في نفسي. اذا كان رب المجد يسوع غفر لنا الخطية بالدم، انت عليك دور في الخلاص بتاعك. المفروض يا عزيزي ان انت تقعد مع نفسك وتحاسبها كل يوم كل يوم، وتقول ايه الخطايا اللي انا عملتها، وايه الحاجات الحلوة اللي انا عملتها، وايه الحاجات اللي اغضبت ربنا عليا طول النهار، وتبقى صريح مع نفسك.
عشان كده هو يقول لك الكتاب لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، في كورنثوس الاولى لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. لما تيجي تقعد مع نفسك ما تديش لنفسك اعذار، قول انت بلا عذر ايها الانسان، تقول ده انا اللي وقعت فيها بكامل ارادتي. لما تيجي تقعد مع نفسك ما تأجلش التوبة بتاعتك، حاول ان انت تقدمها لربنا بسرعة وتعترف بيها عن خطية، وتقول مع داود النبي في نفس المزمور ده وتقول ايه، ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، لان الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. انا خلاص، انا علشان اقدم توبة لازم ابعد تماما عن مجال الخطية. ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، هو ده الانسان اللي عايز يتوب. اللي عايز يتوب بيبعد عن جميع فاعلي الاسم عشان ما يرجعش للخطية مرة تانية. لكن تقول النهاردة هتوب ولسه اللي فيك فيك والطبع فيك فيك والناس اللي بيوقعوك في الخطية لسه موجودين حواليك، هتلاقي نفسك تقع على طول مرة واتنين وعشرة. حاول لما تقعد تحاسب نفسك ما تبقاش قاسي القلب، اعترف بالخطية بتاعتك بالتضاع وانسحاق امام الله. ده الله رب المجد يسوع لما شاف الفريسي والعشار، العشار شافوا انسان منصحب طلع متبرر، لكن الفريسي ما خدش البراءة. لما تقعد كده هوت مع نفسك حاسب نفسك على الخطايا الصغيرة اللي هي الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون. انا بتهيألي احبائي لو كل واحد مننا ليه معاد ثابت في الاعتراف والتناول دوت مستمر، صعب ان هو يقع في خطية. يمكن اللي بيوقعنا في الخطية ان انا ملياش اب اعتراف، او ليا اب اعتراف وبقعد معاه كل سنة مرة. لكن انا لو ماشي في منهج مظبوط باستمرار، اول ما بحس ان انا خلاص مش قادر اتنفس اجري على اب اعترافي، هعمل حساب للخطية بتاعتي، هعمل حساب. يا ريت تقعد مع نفسك وتشوف نقط الضعف في حياتك علشان تقدر ان انت تحاسب نفسك كويس عنها. اخر نقطة بقى عايز اخلص بيها المزمور الجميل ده، هل الست العذراء بتساعدنا على التوبة ولا مش بتساعدنا؟ ها؟ هل الست العذراء بتساعدنا على خلاص نفسنا ولا مش بتساعدنا؟ هل الست العذراء ليها دور في الخلاص؟ ده احنا بنسميها ام الرحمة والخلاص. الخلاص هو المسيح والخلاص بدم المسيح، وبنسميها ام الخلاص، ام الرحمة، ام مخلصنا الصالح. ما هو دور السيدة العذراء في الخلاص؟ القطع بتاعة الاشبية احبائي تكشف لينا قد ايه الست العذراء دي خايفة على خلاص نفسنا. يعني مثلا القطع بتاعة الستار يقول لها ايه، يا والدة الاله اذ قد حوينا الثقة بك، يعني احنا واثقين فيك قوي، فلا نخزى بل نخلص، فلا نخزى بل نخلص. الله، ايه الست العذراء بتعمل ايه؟ ادم انت واثق فيها ان هي هتشفع امام الله، عشان كده الانجيل يقول لك انت هتخلص عن طريق الشفاعة بتاعتك للست العذراء. بس هذا لا يمنع التوبة، اذا كنت انت عندك ايمان واثق في شفاعة العذراء، فعن طريق التوبة بتاعتك الحقيقية
يقول إذ قد اقتنينا معونتك وشفاعتك أيتها الطاهرة الكاملة فلا نخاف. احنا مش بنخاف، نسأل ونتضرع إليك هاتفين يا والدة الإله لكي تخلصينا بشفاعتك. ده ايه الست العذراء دي؟ ده قوية جدا في الخلاص اللي هي بتشفع من أجلنا. حتة تانية تقول أنت هي سور خلاصنا، أنت هي الحصن المنيع غير المنسلم. إيه ده؟ حصن وسور، ما هو دوت عمل الست العذراء معانا. يقول خلصي الذين التجوا إليك في الشدائد، يعني ما حدش يجي في وقت الشدة ويلتجئ إليك إلا لازم اللي أنت تقفي معاه. وفي حتة تانية يقول انهدي نفوسنا المريضة للصلاة والسهر. انهدي نفوسنا المريضة لإيه؟ للصلاة والسهر. في حتة تانية يقول هيئي لي أسباب التوبة. الست العذراء هتهيئ أسباب التوبة. إليك أتضرع، بك أستشفع، إياك أدعو أن تساعديني لألا أخذى أو أخزى. ده هتساعدك وهتشفع وهتقويك. يقول لها وعند مفارقة نفسي احضري عندي ولأبواب الجحيم اغلقي. ايه ده؟ معقول الكلام ده؟ لمؤامرة الاعداء اهزمي. هقول لكم قصة حقيقية في الاخر وبعد كده هنقوم نصلي. يحكي التاريخ المعاصر بتاعنا ان مجموعة من الخدام الشبان قعدوا يفتقدوا واحد من الشباب، وكل شوية يروحوا له يقولوا له تعال احضر الاجتماع، تعال احضر الاجتماع، وهو مش عايز يحضر. الناس دي ما يأستش ابدا، راحت له مرة ومية والف، وفي الاخر قال لهم طب انا هقول لكم على حاجة، انا هاجي مرة واحدة وبعد كده ما حدش يكلمني. قالوا له خلاص. وفعلا راح معاهم حضر وعظة، وهو على باب الكنيسة كده قال له لو سمحتم ما حدش يجي لي تاني، دي اول واخر مرة انا هحضر فيها الكنيسة بعد ما حضر الوعظة. راحوا الخدام جامعين نفسهم، دخلوا المسبح وقعدوا يصلوا، وقالوا لها يا ست يا عذراء احنا مش قادرين، احنا عملنا كل اللي طاقتنا عليه، احنا قلنا يمكن لما يخش الكنيسة ويسمع وعظة يتغير، اهو دخل الكنيسة وسمع الوعظة وما تغيرش. اتصرف انت يا ست يا عذراء. تعمل ايه الست العذراء؟ تسكت؟ تيجي له بالليل يا احبائي وتقول له ممكن اخدك في رحلة قصيرة بسرعة كده؟ قال لها انا تحت امرك. وتروح واخداه وطلع السماء وشاف منظر السماء المبهج الجميل ده، بقى جسمه يقشعر منه كل لما يخش في حتة في السماء يقول لها معقولة السماء جميلة قوي كده؟ ده ايه النشوة وايه الفرحة وايه السعادة اللي احنا فيها دي؟ وبعدين ابتدى يشوف كراسي جميلة، يقول لها مين الكرسي ده؟ ده بتاع مين؟ تقول له ده بتاع ماري جرجس. طب وده؟ تقول له ده بتاع ماري مينا. طب وده بتاع ابو سيفين. طب وده بتاع القديسة دميانة، قديسة مارينا. وبعدين شاف كرسي جميل قوي قوي، بيقول لها كرسي ده بتاع مين؟ تعرفين تقول له ايه؟ تقول له الكرسي ده بتاعك انت، لو انت سمعت كلام الوصية في الانجيل بتاع ابني يسوع المسيح مخلص العالم، الكرسي دوت بتاعك. وبعد ما خلصت مع الزيارة في الفردوس راحت واخدت جحيم.
قالت له شايف الناس دي شكلها عامل ازاي؟ لا خلاص خلاص مش طاير. صحي من النوم وحياته اتغيرت 180 درجة، 180 درجة. انا ليا كرسي فوق، ليا كرسي فوق بالجمال ده، وعايش في الخطية والنجاسة دي، نلاقيه في الكنيسة الساعة 6 الصبح والظهر وبالليل، الأشبية والمزامير وحفظ والإنجيل والخدمة والافتقاد، وابتدى يشتغل شغل رهيب. يقول له يا رب مش معقول تضيع مني الكرسي اللي انت عملتهولي، المكان بتاعي. وحياته لم تكون طويلة على الأرض، حياته ما كانتش طويلة. ويوم لما تنيح دخلوا عليه الأوضة بتاعته، فتحوا المذكرات بتاعته، لقوه كاتب اليوم والساعة والمكان اللي هيتنيح فيه. أصل مش ممكن ربنا يخبي المواعيد دي على الناس اللي بيحبوه. معقول الحياة تتغير كده؟ أصل عزيزي الست العذراء بتشترك معانا في ايه؟ في الخلاص بتاعنا. هيئي لي اسباب ايه؟ التوبة. يا ما الست العذراء ساعدت ناس كتير 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 في التوبة. والكتاب المقدس اذا كان شرح لنا بالتفصيل التوبة بتاعت داود النبي، علشان نعرف ان التوبة ده هي منهج الحياة بتاعنا. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، له المجد الدائم في كنيسته الى الابد امين. امين. الليلو يا زوك سابت ريكا ايوكي اغيون ماتك انك رايك سوسيون قانيون امين انوشي بولين قوين مشي اوبن شوي سيسوس بخريستوس اسموني مهم بيارو ماري بكناين امتكيريني اوين سوفتن بكلاوس امون اوان اينان اكيد شيت خيري سموي سيستيمت اوي بنتمل شي سادك يمتخلو انت يا كوبينو بن